السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير بأحسن الأحوال. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله يا ربي هنشارك معكم السر باش يجيكم الحمص طايب دايب بلا كوكوت بلا حتى شي حاجة. خطوات بسيطة وسهلة باش تعرفوا الطريقة. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر. في كسرونة كنغلي الماء مزيان، كنضيف عليهم ملعقة صغيرة من السكر، كنزيد ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات بيكان باودر اللي كتشوفونا هي، كنخوي كننزل بيكان باودر كيتفاعل. لما نخليها هنايا بضع ثواني وناخد الحمص اللي كنرطبو ليلة كاملة وكنضيفو عليهم وكنخليه يطيب من 30 دقيقة حتى 40 دقيقة. مكيحتاجش نهائيا انني نعمل في كوكوت، نخليه هنا وصافي، يعني دغيا دغيا كيطيب. فالخبيرة اللي عملنا معاه هي اللي كتخليه انه يطيب دغيا ويجيكم دايب. المهم هذه هي المرحلة الأولى اللي كطيبوها. من بعد كتقولوا انكم تضيفوا من اي حاجة وتنسي تطيبوا الحريرة، طيبها بوحدو او لا مع اي حاجة. المهم هاد الخطوة هادي اللي كنقومو بيها كتساعدكم فقط باش انه يجي طايب دايب. وهنا الحمص ديالنا من بعد 40 دقيقة كيطيب وكيرجع هيدا دايب بحال اللي كتشوفو هنايا، يعني من دون كوكوت ولا من اي حاجة. اذا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا معي في القناة وتخليوا لي لايك وتعليق. شكرا بزاف لحسن المتابعة ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.